بذكر كلامنا عن موسيماني وكابتن ايهاب جلال، انا عايز اكلمك بقى على فكره المبدا نفسه، الفكره نفسها. وبالمناسبه سؤالي ده ملوش علاقه خالص بالنادي الاهلي باي حال من الاحوال، انا بكلمك على الفكره ذات نفسها، فكره الاستعانه بمدرب عالمي او اجنبي من منطلق ان فكره مختلف. فسؤالي لحضرتك هو ايه اللي بيخلي المدرب الاجنبي من وجهه نظر كتير مننا فكره مختلف عن فكر المدرب الوطني؟ طب ايه المانع ان يكون عندنا مدرب وطني بفكر اجنبي؟ وبين قوسين هو ايه اصلا الفكر الاجنبي؟ احنا سالنا ده في كره اليد. اصل ينطبق على طول عمر النادي الاهلي او ادارات النادي الاهلي بتريح دماغها في مدربين مصريين كبار جدا ونجحوا مع النادي الاهلي وخدوا بطولات كبيره جدا مع النادي الاهلي واسماء كبيره جدا، لكن في اوقات المدرب المصري ما بيستحملش الضغط العصبي اللي بيعمله عليه الجمهور او الضغط العصبي اللي بيعمله عليه الاعلام. مستر موسيماني مش عارف كل حاجه، مش عارف كل كلمه، اللغه بتفرق، مش بيمسك مثلا الجرايد كل يوم، مش بيتفرج على كل القنوات الفضائيه كل يوم عشان يعرف الناس بتقول ايه، لكن المدرب المصري قاعد بيتفرج وبيسمع الحاجات دي بتعمل عليه ضغط. لما يجي يتكلموا مثلا على لعيب ما بيلعبش، لعيب مثلا عنده مشكله، الحاجات دي كلها ممكن او مستغلطينه في تبديل عمله او قرار خده. هو ده النقطه دي قالها كابتن محمد عبد الوارث وهو قاعد بيتكلم عن كره اليد. فواضح ان الموضوع في كل الرياضات مش بس كره القدم، ان احنا بنشتت نفسنا. اكيد دي نقطة. اي المدرب المصري، لكن طبعا في مدربين مصريين هايلين، ولكن بقالنا مثلا بتاع 30 سنه خلاص الفكر ان المدرب اجنبي هو بيكون متواجد على راسه الجهاز الفني. بس الفكر ده بيعبر عن توجه كان موجود في قطاعات كتير قوي من زمان، فكره اللي هو ايه الخبير الاجنبي او الخبير الدولي. والله بكلمك بجد. اللي هو كان في حتى مثل كده بلدي كان بيتقال زمان بس راح مني دلوقتي، اللي هو فكره ان عقده الخواجه. عقده الخواجه، الله يفتح عليك، عقده الخواجه المسمى ده فعلا هو المصطلح ده اللي وقع. بالظبط في وقت من الاوقات. هل العقده دي لسه موجوده لغايه دلوقتي؟ موجوده وهتفضل موجوده. ما هو ده مش الموضوع، مش موضوع فني او الموضوع مش موضوع ان هو مميز، لا، في حاجات ثانيه بتخرج بره الموضوع غير شغل الملعب بس. زي ما بقول لك الضغط العصبي، سمات شخصيه كمان. هو ده وعدم معرفته بكل اللي حواليه، دي حاجه دي بتبقى في وقت من الاوقات بتبقى احسن. لكن زي ما بقول لك اختيار كمان مجلس اداره النادي واختيار كابتن خطيب لمستر موسيماني، ما فيش حد او نسبه قليله جدا من جمهور النادي الاهلي كان راضي عن القرار. ازاي وقت من الاوقات ان احنا نجيب مدرب مدرب من جنوب افريقيا حتى لو خد البطوله مع سان داونز، لكن ازاي؟ هو ايه المشكله في مدرب من جنوب افريقيا؟ يعني حين لا كان فكر ايه؟ ما هو انا طبعا كلنا تابعنا ده مش مفهومه، يعني لأن إيه جنوب افريقيا الأزمة. جنوب افريقيا نفسهم لما بيجي يجيبوا مدير فني بيجيبوا مثلا من البرازيل اوروبا بيجيبوا بالظبط كده. احنا بقى بنجيب من جنوب افريقيا. طب ماشي، مين احسن في الكوره او مين الافضل في الكوره او بطولات، مصر ولا جنوب افريقيا؟ هي بتحسب كده برضه. مصر طبعا. على المحافل الدوليه بطولات افريقيه مصر معديه جنوب افريقيا بكتير. فلما تيجي قرار كابتن خطيب يجي يقول مستر موسيماني، الناس كلها استغربت. الناس كلها عايز اقول لك لو كان مستر موسيماني فشل بس ما عمر ما كان هيفشل. يعني في احترافيه في الاختيار، وبعدين هو كان اصلا جاي فكره احنا كنا على افريقيا خلاص. النادي الاهلي انا من وجهه نظري مش مدير فني، دي منظومه كبيره. أيوة جدا. أيوة هي طبعًا اللي بتنجح فريق الكوره، وده طول عمر اي مدير فني بيجي النادي الاهلي مش معروف بيجي بيعمل اسمه هنا في النادي الاهلي. طبعا مستر موسيماني عامل اسم قبل ما يجي النادي الاهلي، طبعا كان واخد البطوله كده، لكن هنا طبعا كبر اسمه زي اكتر 20 مره او 50 مره بان هو يمسك اداره النادي الاهلي او جهاز النادي الاهلي. فلا طبعا النادي الاهلي بيدي ميزه لاي جهاز فني بيمسك، اسمه بيكبر. وده حد حصل كمان لما جاله منتخب جنوب افريقيا، اي حد بيجي له وقت يكون ليه الشرف انه يمسك منتخب جنوب افريقيا. لكن هو جاله منتخب جنوب افريقيا، لكن قال لك لا افضل همسك اكمل هو من دي وان. هو سعيد وفخور ان هو بينضم هو كده كده النادي الاهلي، دي حاجه هو صرح بيها اصلا. هو كده كده سنه او اثنين او ثلاثه او اربعه هيمسك المنتخب في وقت من الاوقات، لكن مش هتجيله الفرصه دي تاني انه يمسك بطل افريقيا. النادي الاهلي اللي بيحلم مدربين كبار جدا في افريقيا ان يمسك النادي الاهلي، تجيله دي حاجه كبيره جدا.